الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض في بارت 2. احنا خلصنا المره اللي فاتت الايونيزيشن اوف ووتر اند ذا بي اتش كونسبت، خلصنا السوليوشنز اوف سترونج اسيدز اند بيسز، خلصنا الايونيزيشن كونستانتس فور الويك اسيدز اند بيسز. النهاردة ان شاء الله هناخد الـ Equilibrium Calculations، وفي المحاضرات اللي جاية هناخد باقي النقاط اللي هي Solutions of Salts والبفر والأسيد بيس Titration. تمام؟ طيب هنبتدي مع بعض في الـ Equilibrium Calculations. احنا خدنا Equilibrium Calculations في Part 1، كنا اتعلمنا فيها ازاي بنحسب الـ KC من تركيزات الاتزان، وازاي بنحسب العكس تركيزات الاتزان من الكي سي، وازاي بنعمل الكونسنتريشن تيبل. كل اللي احنا خدناه في بارت 1 هو هنستخدمه هنا، بس مع شويه اختلافات بسيطه. تمام؟ طيب اول حاجه هنتعلم ازاي نحسب الكي اي والكي بي من الانيشال كونسنتريشن التركيز الابتدائي والاكوليبريم داتا. تمام؟ وبعد كده هناخد العكس، ازاي نحسب تركيزات الاتزان من الـ KA والـ KB. تمام؟ طيب أول حاجة في قانون مهم لازم نعرفه، اللي هو الـ Percentage Ionization، اللي هو نسبة التأين. نسبة التأين أو درجة التفكك هي عبارة عن الـ Amount Ionized، الكمية اللي تأينت على الكمية الكلية في 100. تمام؟ يبقى درجة التفكك أو نسبة التفكك هي عبارة عن الكمية المتأينة على الكمية الكلية في 100. تمام؟ هناخد أمثلة نوضح بيها ازاي بنحسب الـ KA والـ KB من التركيزات. أول مثال بيقول لي في محلول الفورميك أسيد اللي هو تركيزه 1/10 مولر، الـ pH كانت بـ 2.38 عند 25 درجة مئوية، احسب الـ KA والـ BKA للفورميك أسيد. يبقى هو هنا عطاني ايه؟ عطاني تركيز ابتدائي للفورميك أسيد، وعطاني كمان الـ pH. يبقى انا اوتوماتيك لازم اول حاجة اعملها احط المعادلة بتاعتي. طيب المعادلة بتاعتي اللي هي ايه؟ تفكك الفورميك أسيد او الـ HCOOH، يدينا الـ H بوزيتيف زائد الـ HCOO نيجاتيف. تمام؟ طيب عاوز احسب الـ KA، عرفنا ازاي بنحسبها المرة اللي فاتت. الـ KA بتساوي تركيز الـ H positive في تركيز الـ HCOO negative على تركيز الـ HCOOH. تمام؟ طيب هو طالب مني ان انا احسب الـ KA. طيب اجيب قيمة الـ KA دي ازاي؟ لازم اعرف تركيز الـ H positive، لازم اعرف تركيز الـ HCOO negative، لازم اعرف تركيز الـ HCOOH. تمام؟ طيب اعرفهم منين؟ اعرف تركيز الـ H positive والـ HCOO negative والـ HCOOH منين؟ تمام، هو هنا عاطيني الـ pH. طب ما انا مش انا اتعلمت ازاي لما بيديني الـ pH احسب منها تركيز الـ H؟ ايوه، تركيز الـ H كانت بتساوي 10^(pH). يعني 10^(2.38)، يعني 42/10,000 مولر، يعني 4/1000 مولر تقريبا. تمام؟ تمام كده انا حسبت تركيز الـ H. طيب ما هو الـ HCOH لما بيتفكك بيديني H بوزيتيف و HCOO نيجاتيف بنفس الكمية DX و DX. طب انا عندي تركيز الـ H، يبقى هو تركيز الـ HCOO نيجاتيف. تمام؟ اللي هو 4/1000 برضو مولر. يبقى انا كده جبت تركيز الـ H بوزيتيف وجبت تركيز الـ HCOO نيجاتيف من معلومة الـ pH اللي هو عطيها لي دي. كده بجيلي مين؟ كده بجيلي تركيز الحمض نفسه عند الاتزان. طيب انا اجيبه ازاي؟ انا عندي التركيز الابتدائي بتاعه، عاوز احسب التركيز عند الاتزان بتاعه، مين اللي يجيبه لي؟ الكونسنتريشن تيبل. تمام؟ يبقى في الكونسنتريشن تيبل أول الحمض اللي هو الفورميك أسيد HCOOH، وهنا الـ H positive وهنا الـ HCOO negative. تمام؟
تركيز الفورميك اسيد في البدايه كان 1 من 10، تركيز الاتش بوزيتيف كان 0، تركيز الاتش سي او او نيجاتيف كان 0. تمام. طيب احنا عرفنا تركيز الاتش بوزيتيف عند الاتزان، وعرفنا تركيز الاتش سي او او نيجاتيف عند الاتزان، يعني عرفنا قيمه الاكس. تمام. طيب طالما عرفنا قيمه الاكس اللي اكتسبها الاتش بوزيتيف، يعني كده كاننا عرفنا قيمه الاكس اللي فقدها ال HCOOH. تمام. وبالتالي هطرح الاكس من التركيز الابتدائي، يعني هطرح القيمه اللي فقدها ال HCOOH عشان يكون ال H بوزيتيف من التركيز الابتدائي، يديني التركيز عند الاتزان. اطرح الواحد من 10 من الاربعة من 1000 يديني 96 من 1000 مولر، وكده انا جبت التركيز عند الاتزان لل HCOH ولل H بوزيتيف ولل HCOO نيجاتيف. تمام. كده اقدر اجيب ال KA بكل بساطة. يبقى ال KA بيساوي ال 42 من 10000، دي لكل تربيع، لانها اصلا 42 من 10000 في 42 من 10000 على 96 من 1000، هيساوي 1.8×10^4. كده انا عرفت احسب ازاي قيمة ال KA. من ال KA اقدر اجيب ال BKA. ال BKA بيساوي سالب لوج ال KA، يعني سالب لوج 1.8×10^4، يعني بيساوي 3.74%. تمام. مثال تاني بيوضح اكتر، بيقول لك في محلول الميثايل امين 1/10 مولار تركيزه، 6.3% من المحلول دوت حصل لها تأين، عاوزين نحسب ال KB للميثايل امين. يبقى هو هنا عطيك التركيز الابتدائي للميثايل امين، وعطيك البرسنتيج اوف ايونيزيشن، نسبه التأين. حلو. طيب عاوز الكي بي، نفس الكلام، هكتب المعادله وهكتب القانون. السي اتش 3 ان اتش 2 زائد الاتش 2 او بيديني او اتش نيجاتيف زائد السي اتش 3 ان اتش 3 بوزيتيف، دي المعادله بتاعتي. طيب القانون، ال KB بيساوي تركيز ال OH نيجاتيف في تركيز ال CH3 NH3 بوزيتيف على تركيز ال CH3 NH2. تمام. ايه اللي ناقصني عشان اجيب ال KB؟ تركيز ال OH نيجاتيف وتركيز ال CH3 NH3 بوزيتيف وتركيز ال CH3 NH2. اجيبهم ازاي؟ هناك كان عاطيني قيمة ال pH ومنها جبت تركيز ال H وتركيز ال HCOO نيجاتيف. طب هنا مش عاطيني بي اتش ولا بي او اتش ولا اي حاجه، امال عاطيني ايه؟ عاطيني نسبه التأين. طب انا القانون بتاع نسبه التأين كان عباره عن ايه؟ احنا خدنا ان البرسنتج اوف ايونيزيشن بتساوي الاماونت ايونيزد على الاماونت افيلابل في 100%، يعني الكميه المتأينه على الكميه الكليه في 100. تمام. طيب انا عاوز احسب الكمية المتأينة بس، اعمل ايه عشان احسب الكمية اللي اتأينت؟ اضرب النسبة في التركيز الابتدائي يديني الكمية اللي اتأينت اللي هي 63 من 10000 مولر. تمام. طيب ما هي الكمية اللي اتأينت من الميثايل الامين هي هي الكمية اللي اتكونت للـ OH والـ CH3 NH3 positive. تمام. يبقى ال CH3 NH2 ionized بيساوي تركيز ال OH negative بيساوي تركيز ال CH3 NH3 positive بيساوي 63 من 10000 مولر. كده انا جبت ال OH وال CH3 NH3. بجي لل CH3 NH2 اجيب التركيز عند الاتزان ازاي؟ انا عندي التركيز الابتدائي بتاعها، اجيب التركيز عند الاتزان ازاي؟ بنفس الطريقة من ال concentration table. تمام. ادي ال CH3 NH2 وادي ال OH نيجاتيف وادي ال CH3 NH3 بوزيتيف. التركيز الابتدائي هنا كان 1/10، هنا كان 0 وهنا كان 0. انا حسبت التركيز عند الاتزان اللي هي الكمية اللي اتأينت اللي هي قيمة الاكس ب 63 من 10000، وهنا نفسها 63 من 10000. طيب ما هي الكمية اللي اتكونت هنا هي هي الكمية اللي اتأينت هنا. طيب انا اطرح الكمية اللي اتأينت من التركيز الابتدائي يديني التركيز عند الاتزان اللي هو 93 من 1000 مولر. كده انا حسبت التركيز عند الاتزان الاكتنس والبرودكتس بتوعي. تمام. يبقى الكي بي في الحالة دي 63 من 10000 لكل تربيع على
94 من 1000 تقريبا، يعني هيساوي 4.2 من 10 في 10 اس سالب 4 من البي من الكي بي. اقدر احسب البي كي بي بيساوي سالب لوغاريتم 4.2 في 10 سالب 4 بيساوي 3.38 من 100. كده انا عرفت ازاي بحسب الكي اي والكي بي من التركيزات بتاعتي. تمام تمام. تاني طريقة اللي هي calculating the equilibrium concentration من ال KA وال KB. العكس، هو بيديني ال KA وال KB ويطلب مني ان انا احسب التركيزات عند الاتزان. ماشي، هناخد امثلة بتوضح الكلام ده. اول مثال في محلول حمض الاسيتك اللي تركيزه 1 مولر، ال KA بتاعته بواحد وتمانية في عشرة اس سالب 5. عاوز يحسب التركيزات عند الاتزان لمكونات التفاعل دوت. طيب احسبها ازاي؟ برضو نفس الكلام، هكتب المعادلة بتاعتي واكتب القانون واشوف اللي انا محتاجه واشوف هجيبه ازاي. المعادلة بتاعتي CH3COOH بتتفكك تديني H بوزيتيف زائد CH3COO نيجاتيف. طيب ال KA بتساوي ايه؟ بتساوي تركيز ال H بوزيتيف في تركيز ال CH3COO نيجاتيف على تركيز ال CH3COOH. تمام، بيساوي 1.8 في 10 اس سالب 5 هو عطاها لي هنا. يبقى هو عاطيني ال KA وطالب مني التركيزات عند الاتزان لل H بوزيتيف لل CH3COO نيجاتيف لل CH3COOH. احسبها ازاي؟ هعمل ايه؟ هجيب ال concentration table بتاعي. طيب الكونسنتريشن تيبل، التركيز الابتدائي لل CH3COH كان كام؟ كان 1 مولر. طب ال H بوزيتيف كان 0، طب ال CH3CO نيجاتيف كان 0. هنا سالب X لأنه بيفقد ويقل بمرور الوقت، هنا بوزيتيف X، هنا بوزيتيف X، يبقى هنا 1 ناقص X وهنا X وهنا X. بس هنا لو لاحظت هتلاقي حاجة غريبة، هتلاقي هنا إن ده 1 مولر وهنا X. الواحد مولر ده كمية كبيرة جدا، على عكس المرات اللي فاتت كنا بناخد تركيز ال CH3COH مثلا 1 من 1000، 1 من 10، 1 من 100، انما هنا 1 مولر ده حاجه كبيره جدا. الاكس اللي بتتفكك منه بتكون كميتها صغيره جدا لا تذكر بالنسبه للواحد، وبالتالي بنهمل قيمه الاكس في حاله الجمع والطرح لما بتكون كميه التركيز الابتدائي بتاعتي كبيره. تمام، بهمل الاكس في حاله الجمع والطرح، انما هنا لا، ده هنا كميه محسوسه وهنا كميه محسوسه فبتدخل معايا. انما هنا الواحد لما اطرح منه حاجه رقم لا يذكر هياثر على الواحد في ايه؟ مش هياثر على الواحد في اي حاجه. تمام. طيب الكي اي بواحد وتمانية في عشرة اس سالب 5، فدي كميه صغيره جدا، يبقى رقم صغير جدا. ده معناه ان كمية صغيرة من الاسيتك اسيد هي اللي هتتقيم. طالما الكي اي صغير يبقى كمية صغيرة من الاسيتك اسيد هتتقيم، وبالتالي قيمة الاكس هتكون very small، صغيرة جدا، وبالتالي الواحد ناقص اكس بنحسبها تقريبا بواحد. ليه؟ لان الاكس كمية صغيرة جدا لا تذكر فبهملها. تمام، لما بيجي عوض في القانون يبقى الكي اي 1.8 في 10 سالب 5 بيساوي x في x على 1 ناقص x، يعني x تربيع على 1. تمام، لان ال x دي خلاص ملهاش لازمه فبعوض عنها بواحد هنا على طول. طيب بحسب قيمه ال x تطلع لي ب 42 من 10000 مولر. يبقى تركيز ال CH3CO نيجاتيف بيساوي تركيز ال H بوزيتيف بيساوي 42 من 1000. حسبت التركيزات عند الاتزان من قيمه ال KA. ده مثال تدريب تحله مع نفسك كده وتبعت لي النتيجة بتاعته. هنا مثال تاني بيقول لي محلول من ال N2H4 اللي هو الهيدرازين 25 من 100 مولر التركيز بتاعه، عاوز يحسب ال pH للمحلول وعاوز يحسب ال percentage ionization نسبة التأيون، وعطيك الكي بي بواحد وسبعة في عشرة أس سالب 6. أول حاجة هنعملها إيه؟ اتفقنا المعادلة والقانون.
طيب المعادلة بتاعتي N2H4 زائد ال H2O بيديني N2H5 positive زائد ال OH negative. طالما قاعدة لازم تطلع لك OH negative، لو حمض لازم يطلع لك ال H3O positive. تمام تمام. طيب يبقى ال KB في الحالة دي بيساوي ال N2H5 كل positive، ال N2H5 positive مضروب في تركيز ال OH negative على تركيز ال N2H4 بيساوي 1.7 × 10^6، لان هو عاطيني ال KB. طيب عاوز ايه؟ عاوز ال pH. طب انا احسب ال pH ازاي؟ لازم يكون عندي تركيز ال H. طب تركيز ال H اجيبه منين؟ اجيبه من تركيز ال OH اللي موجود هنا. يبقى انا لازم هنا اجيب تركيز ال OH. طيب اجيب تركيز ال OH ازاي؟ من ال concentration table. ال N2H4 كان التركيز الابتدائي ب 25%، ال N2H5 كان 0 هنا 0، ده بيفقد ويقل بمرور الوقت بياخد سالب x، ده بيكتسب ويزيد بمرور الوقت بياخد موجب x، هنا بيكتسب ويزيد بمرور الوقت بياخد موجب x. هنا 25%، يعني ربع مول، ربع مول. تمام، الربع مولر او الربع مول على اللتر دوت كبير برضو. تمام، وعندي ال KB صغيرة جدا. طيب طالما ال KB صغيرة جدا معناها ان كمية صغيرة من ال N2H4 هي بس اللي هتتفكك. طالما كمية صغيرة جدا من ال N2H4 هي اللي هتتفكك، يعني قيمة ال X هتكون برضو صغيرة، وبالتالي بهملها نفس الطريقة اللي فاتت. تمام، يبقى ال KB 1.7 × 10^6 is quite small، صغيرة جدا، وده معناه ان little كمية صغيرة جدا من الهيدرازين والبي ايونايزد هتتأيد، معناها ان الاكس هتكون فيري سمول، معناها ان 25% ناقص اكس مجازا هنقول انها بتساوي 25%. وعوض في القانون عادي، ال 1.7 × 10^6 بيساوي الاكس تربيع على 25%، يبقى الاكس ب 6.5 × 10^4 مولر. طيب الاكس دي اللي هي تركيز مين؟ اللي هي تركيز ال OH اللي انا عاوزها. يبقى ال OH بيساوي تركيز ال N2H5 بوزيتيف بيساوي ال X بيساوي 6.5 × 10^4. طيب انا عاوز ال pH، اجيب ال pH ازاي؟ عندي طريقتين، ممكن اجيب تركيز ال H ومنها اجيب ال pH، او ان انا اجيب ال pOH ومنها اجيب ال pH. نختار الاسهل اللي هي ان انا احسب ال pOH على طول. ال pOH بتساوي سالب لوغاريتم تركيز ال OH، يعني سالب لوغاريتم 6.5 × 10^4 بتساوي 3.19%. طيب يبقى ال pH بتساوي ايه؟ هطرح الرقم ده من 14، يبقى ال pH بتساوي 14 ناقص 3.19% بيساوي 10.81%، وبقى انا كده حليت المسألة. كان طالب غير ال pH عاوز نسبة التأين. طيب نسبة التأين بتساوي الكمية المتأينة على الكلية في 100. طيب الكمية المتأينة بكام؟ الكمية المتأينة اللي هي ال X اللي هي 6.5 × 10^4 على الكمية الكلية اللي هي 25%، وضربها في 100، يبقى 6.5 × 10^4 اللي هي ال X اللي هي الكمية المتأينة على ال 25% اللي هو التركيز الابتدائي اللي هو الكمية الكلية في 100، تديني نسبة التأين ب 26%. تمام تمام.